كل الفرق أقول الثلاث والسبعين، إن جينا للمعتزلة، إن جينا للجهمية، إن جينا للأشاعرة، إن جينا للصوفية، أي فرقة تأخذها قل لهم أنتم دينكم منين؟ راح يقول ديننا منين؟ القرآن والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا كان؟ القرآن. إخوان قربوا قربوا تقدموا حتى يقدمون إخوانكم. كلهم يقولون القرآن والسنة. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج يقول لا أعرف في فرق الأمة فرقة تلتزم وتقف وقوفا كاملا عند نصوص القرآن والسنة مثل الخوارج. قال وتعظيم لنصوص القرآن والسنة، عندهم تعظيم للنصوص. طيب إذن ليش انحرفوا؟ جيت على المعتزلة، إيش أصولكم في الدين؟ وإيش مراجعكم في الدين؟ يقول لك كتاب وسنة. القرآن كلام الله، كتاب الله، وسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. تعال الصوفية، تعال الشيعة، تعال الأشاعرة، تعال أي فرقة من الفرق. إذن ليش الاختلاف؟ نرجع نقول اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وش قال. قال أنتم الفرقة الناجية، وثم قال من كان على مثلي ما أنا عليه. القرآن والسنة، النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بماذا؟ قرآن. الوحي اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم شنهم؟ قرآن وسنة. لكن ثم أضاف عليها قال ها وأصحابي. إذن الصحابة لهم شأن عظيم جدا في التمييز والتفريق بين السنة وبين البدعة. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه له كلمة جميلة جدا يقول القرآن يحتمل وجوها من التفسير، السنة تحتمل وجوها من التفسير. وين نروح يا عبد الله بن عباس؟ من اللي يحدد هذه الوجوه اللي في القرآن، ومن اللي يحدد الوجهة الصحيحة من الوجوه اللي تحتملها السنة؟ كلهم على اتفاق أنهم من؟ الصحابة. كتاب نعم، سنة نعم، لكن كيف نفهم الكتاب وكيف نفهم السنة؟